يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إني إمام مسجد في إحدى البلدان، فهل يجوز لي أن أدخل في المدارس النظامية للحصول على الشهادة، علما أن هذه المدارس مدارس صوفية، وإن لم أحصل على هذه الشهادة قد يقومون بإنزالي من إمامة المسجد إن لم تكن معي هذه الشهادة، فهل يجوز لي أن أدخلها؟ لا، ولو أنزلوك الأمر سهل، لا تدخل المدارس الصوفية والمبتدعة، ولو أنزلوك طلب الرزق والدعوة يعني ميسرة في كل مجال، هي مقصورة على الإمامة. نعم.